أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهاية هذا الأسبوع. ونبدأ بيومية الأخبار وعنونت بالخط العريض على صدر صفحتها الأولى: بن شعبون يحذر من استفحال ظاهرة الغش الضريبي. وكتبت اليومية: كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون أمام المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس تفشي ظاهرة الغش الضريبي، مشيرا إلى أن 67% من الشركات تصرح سنويا بالعجز المالي، فيما 33% من الشركات فقط هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73% من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى للضريبة المحدد في 0.50%. اليومية أضافت أن إدارة الضرائب تلقت خلال السنة الماضية ما يزيد عن 162 ألف تصريح بالعجز المالي، لذلك قررت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن قانون المالية للسنة الحالية الرفع من الحد الأدنى للضريبة، تضيف اليومية. إلى يومية الأحداث المغربية وعنونت رشة كيميائية خطيرة. وتقول اليومية: بعد التقارير الأخيرة لمكتب السلامة الغذائية التي تحذر من ارتفاع منسوب المبيدات في بعض المواد الغذائية، ارتفع القلق في أوساط المستهلكين خاصة بالنسبة للمواد التي تستعمل يوميا كأغذية مثل الشاي والنعناع وبعض الخضروات والحوامض. التقارير كشفت عن مشاكل خطيرة على مستوى المراقبة، حيث كان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن السنة الماضية ضعف عمليات المراقبة، لا سيما أن السلطات المختصة تكتفي فقط بمراقبة مستوى بقايا المبيدات في الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، أما التي يستهلكها المغاربة فلا تراقب، رغم أن تلك المبيدات لها أثر خطير على صحة الإنسان. موغريني: الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتمدان للمرة الأولى خطابا موحدا لقضية الصحراء، هكذا عنونت يومية الاتحاد الاشتراكي. وكشفت اليومية أن الاتحاد الأوروبي يسجل بشكل إيجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، مشجعا كافة الأطراف على مواصلة التزامها ضمن روح الواقعية والتوافق. جاء ذلك، تقول اليومية، في الإعلان السياسي المشترك الذي تم تبنيه يوم الخميس في أعقاب الدورة 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي. ننتقل مشاهدينا إلى الشأن الدولي ومع صحيفة الشرق الأوسط وعنونت: ترامب يغازل بوتين ورسائل تهدئة قبل لقائه تشي. ونقرأ في المقال: خطفت اللقاءات الثنائية بين القادة المشاركين في قمة العشرين في أوساكا أمس الأضواء من جدول الأعمال المخصص لمناقشة ملفات اقتصادية، يجري العمل للوصول إلى تسويات حول خمسة منها لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم. مصادر دبلوماسية قالت لليومية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غازل الرئيس فلاديمير بوتين وأطلق رسائل تهدئة نحو بكين عشية لقائه الرئيس الصيني تشي جي بينغ. من صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة القدس العربي وعنونت: المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة كبرى غدا وسط مخاوف من موجة قمع جديدة. وكتبت: عبر قيادي في تحالف الحرية والتغيير في السودان عن مخاوفه من تعرض المتظاهرين لأعمال عنف جديدة، مشددا على أن المجزرة التي وقعت في 3 يونيو مع الفض الوحشي لاعتصام المحتجين في الخرطوم كانت بناء على نوايا مبيتة. ودعا تحالف الحرية والتغيير المنظم الاحتجاجات إلى تظاهرات حاشدة في الخرطوم وفي أرجاء البلاد في 30 يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم بعد إطاحة الرئيس عمر البشير. رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان قال: سننشر القوات النظامية في الخرطوم الأحد لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الاستراتيجية، تضيف ذات الصحيفة. بهذا الخبر مشاهدينا ننهي جولة اليوم من قراءة في الصحف. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.